اهلا بيكم. لما بنعمل سيت اب للبرنامج بينزل لنا 3 ايكون. الاولى هتلاقيها باسم البرنامج، والاثنين التانيين ادوات مساعده، واحد خاص بعمل الكتالوجات والتاني خاص بالتقارير. هفتح البرنامج باني ادوس على الايكون بتاعته دبل كليك عشان ابتدي اشوف الواجهه الخاصه بي. في بداية فتح البرنامج لأول مرة هيظهر لي 3 أقسام: Learn, Create و Get Started. Create خاص بعمل المشروع الخاص بيك والأدوات اللي هتساعدك في كده في عمل الرسومات والمشاريع، وأيضا قائمة برسومات سابقة لو حبيت إني أكمل شغل أو أفتح مشروع تم العمل عليه سابقا. الإشعارات بتخليك تتابع التحديثات من أراريسك ومشاكل الترخيص الخاصة بنسخة البرنامج بتاعتك وغيرهم. Connect Tool بتدخل على حسابك أراريسك 360 Cloud، واللي عن طريقه ممكن تشارك رسوماتك أو تراجعهم مع الفريق وغيره. Get Started تقدر تشوف الفيديوهات التعليمية على موقع أوتوديسك أو تطلع على مصادر أونلاين إضافية وهكذا.